وسيلتي يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم من قام بأداء فريضة الحج ثم عاد لارتكاب المعاصي والذنوب مدعيا بأنه سيحج مرة أخرى ويعود كيوم ولدته أمه. هذا فهم غير صحيح، أنه يحج ويقول أن الحج يكفر عنه سيئاته، يتعمد المعاصي ويقول أن الحج سيكفرها. الحج إنما يكفر هذه الأشياء الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تكفير مختص للصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة إلى الله عز وجل منها. والحج فيه فضل، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا ليس في الذي يتعمد المعاصي ويقول يكفرها الحج، أو بعضهم يترك الصلوات الخمس ويترك الجمعة ويفعل المحرمات ويقول هذه أنا أحج ويكفرها عني الحج. هذا فهم خاطئ، وهذا لا يجوز الاعتماد عليه، وهذا ظن كاذب وفهم سيء. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي وأن يتجنبها، ولا يعتمد على أن الحج سيكفرها عنه ويباشر المعاصي والسيئات. هذا أمر يقوله بعض الجهال، لهم يفعلون ما يشاءون ثم يحجون ويظنون إن هذا الحج قد كفر عنهم كل ما يصدر منهم. الذي لا يصلي هذا ليس له حج، ما دام أنه مضيع للصلاة إنه ليس له حج. الذي يدعو غير الله ويستغيث بالأموات والقبور ويشرك بالله ليس له حج، وليس له عمل يقبل عند الله مع الشرك. لا تقبل الأعمال إلا مع التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمور ولا يفهم النصوص على غير مرادها. الحج يكفر ويرجع كيوم ولدته أمه، لا يفهم هذا على أنه يفعل ما يشاء ويشرك بالله ويترك الصلاة ويرتكب نواقض الإسلام ثم يقول الحج يكفر عني هذه الأمور. الحج لا يصح مع وجود نواقض من نواقض الإسلام، لا يصح مع ترك الصلاة، لا يصح مع شيء من الشرك الأكبر الذي يفعله كثير ممن ينتابون المزارات والمشاهد يستغيثون بالأموات، لا يصح منهم عمل حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويخلصوا دينهم لله عز وجل ويحافظوا على أداء الفرائض وترك المحرمات حتى يكون الحج مكفرا لما دون ذلك من الصغائر. نعم.